جائحة كورونا التي يتحينها البعض فرصة من أجل مكاسب خاصة، في حين كان هؤلاء الرجال يشحذون أسلحتهم لمواجهة الجائحة وتذليل الصعاب أمام المصابين بالفيروس من خلال توفير قنان الأكسجين مجاناً. فريق الرد السريع أنقذوا أكثر من 500 حالة معرضين أنفسهم لخطر الإصابة، حتى سجلوا عددا من الإصابات في فريقهم. من بدأت الأزمة شكلنا هذا الفريق بمجهود شبابي فقط، لا دعم خارجي ولا تابع الأحزاب ولا شيء، احنا فقط مجموعة شبابية قدرنا نجمع التبرعات ونوفر هذه الأبطال الأكسجين لأهالي كركوك، واحنا كفريق رد السريع لتوفير الأكسجين يعني أخذنا على عاتقنا أنه نوصل لكل بيت داخل كركوك بإصابة لفيروس كورونا، مثل ما دائرة الصحة موفرة الأكسجين للمستشفيات، احنا أخذنا على عاتقنا أنه نوفر المحجورين بداخل المنازل، والحمد لله لحد هاي اللحظة أعتقد تجاوزنا 500 عائلة أو 500 حالة وصلنا لهم، وهذه كل حالة يعني أعتقد بعض الحالات يجاوز 10 بطالة أو 15 بطل كل للفرد الواحد، احنا نبدل يعني جبنا فارغ ونترس له. ارتفاع سعر بلازما الدم لما يقارب 2000 دولار، فريق آخر أخذ على عاتقه توفير بلازما الدم مجانا بعد وجود شحة في المتبرعين، حتى تمكنوا من إنقاذ 150 حالة مصابة، مطالبين من المتشافين بالتبرع من أجل إنقاذ عدد أكبر من مصابي الفيروس. فتحنا هذا الفريق يعني اتصالاً ويا مصرف الدم كركوك مباشر، اتصالنا بيهم وقدرنا نجيب متبرعين من بغداد، كانت عندنا يعني ماكو بلازمة، كانت ما متوفرة بكركوك أبد، كانت شحة حيل، فتطوع اثنين من أصدقائي من الفريق راحوا يجيبون بلازمات من بغداد ويجون، صار أسبوع يعني يومية يروحون ويجون. الحمد لله قدرنا ننقذ أرواح، والحمد لله لحد الآن توصلنا الإحصائية مال الفريق 150 حالة نقذناها من خلال جهود الفريق وجهود الكادر كله. بالأزمات يعرف الرجال، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. أخذ الفريقان على عاتقهما توفير بلازما الدم وأسطوانات الأكسجين للمرضى رغم إصابة عدد منهم بالفيروس، إلا أنهم ما زالوا مستمرين بتوفير الأكسجين والبلازما إلى المصابين وتقديم خدماتهم مجانا لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. سعد مسلطان، قناة التغيير، كركوك.